عمتي لو كان سمعت واش راح صار فيا والله ما تسمح فيا. هني عارفة هني عارفة انت لو كان جيت تتحرك وتحضر لو كان طقت وقلت لي حبي عيني جدي درهم عمتك انا درهم الحرام ما يدخلوش لداري فهمتي؟ فهمت فهمت انت اللي مازال ما فهمتش وعمرك ما غادي تفهم. والحرام بالك هنا عندك ما الحكاية برك هنسيت البدية هنسيت التقليعة والدراهم اللي كانوا يعطوهم لها نسيتهم؟ يا كلهم من دينا دراهمهم حلال ولا حرام؟ وشكون كانوا يعطوها الدراهم؟ لله في سبيل الله الحرام اللي حتمتوها عليها ها؟ قول راجلها كي طردها من الدار بلا سبة حلال ولا حرام؟ عمومي اللي رجعوها خافوا عليها باش ترجع لدارها ضربوها حلال ولا حرام؟ انا اللي قدامكم هنا حلال ولا حرام؟ حلال ولا حرام؟ الناس اللي ماتوا من اللي فتوا انتم السلاح موتهم حلال ولا حرام؟ السلام عليكم، ولي مليني محمد مراد، مخرج وكاتب مسرحي. تزامنا مع الاحتفالات اللي يقوم بها المسرح الجهوي وهران، وهي إحياء ذكرى اغتيال الدراماتورج والممثل والكاتب والمسرحي الكبير عبد القادر علولة. ارتأت يعني الإدارة أنها تقدم برنامج تالي اللي هو يبدأ من فاتح مارس إلى 31 مارس، وهذا إحياء لذكرى اغتيال المرحوم علولة. في إطار هذا الاحتفال الممثلين المحترفين تاع المسرح الجهوي والمدير ككاتب كدراماتورج مرات موسيقى ككاتب وأنا كمخرج والموسيقي عادل عمامرة الكوريغراف عيسى شواط الممثلين أمينة بالحسين اللي تحصلت على جائزة أحسن ممثلة في المسرح مهرجان المسرح الوطني المحترف وأمين رارا وعهد مسعود قمنا بتركيب مسرحية حجرة الصبر. مسرحية حجرة الصبر لماذا؟ لأنها تتكلم كثيرا عن الإرهاب تتكلم على طغيان يعني الإرهاب في ذاك الحقبة اللي اختلوا فيها المرحوم علولة. كذلك تنصف المرأة التي عانت من ويلات الإرهاب، لذلك قدمناها اليوم 8 مارس احتفالا باليوم الوطني اليوم العالمي للمرأة، وكذلك إحياء لذكرى اغتيال المرحوم. ستامبيكو درام راح نتكلموا على الإرهاب على التشدد الديني. سانتيكس ريفيلاتور صدير المكبوتات نتاع المجتمع. نتكلموا كذلك على يعني المعيشه الصعبه اللي راهي الان الفقر. نتكلموا على احتياج المراه للرجل احتياج المراه الى يعني الى مناخات يعني حتى انا من منطلق خذيت هذا النص من منطلق ان الدوله تبنى من الخليه الاولى وهي المراه يعني المرأة ثم العائلة ثم الحي ثم المدينة ثم إذن بالنسبة للعمل هذا عمل كان يعني راح إن شاء الله بإذن الله راح نقدموه إنصافا للمرأة وذكرى لاغتيال المرحوم عبد القادر علولة. Thank you.
شوف احنا مادام 30 سنه ما تقدرش تخلي 30 سنه تمر هكا. 30 سنه يعني رقم مهم جدا، وبالتالي فكرنا كيفاش ننظموا تظاهره اللي تهم الناس اللي عايشوه ولكن تهم الناس اللي ما عايشوش. قال لازم نديروا تظاهره كبيره، ومن بعد جربنا احنا عرفنا، قالوا لنا العربي بن مهدي الله يرحمه قال حط الثوره في الشارع يرفدها الشعب. قلنا نحطوا الفكره في 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 من خلال مواقع التواصل ورفدوها الفنانين، وبالتالي يعني في ظرف 48 ساعه كان عندنا اكثر من 30 اقتراح. قال مادام 30 اقتراح احنا كنا باين نديروا يومين نديروا 30 يوم، واش غادي نزيدوا غير الخدمه نخدموا. وبالتالي عندنا تسع مسارح محترفه تشارك، عندنا 16 جمعية مسرحية، من بينها واحدة من البيض، واحدة من عامة، واحدة من بومرداس، واحدة من معسكر، وواحدة من سطيف، والباقي منا من وهران. والجمعيات اللي من وهران فيهم أغلبية الجمعيات عناصرها عندهم أقل من 30 سنة، يعني ما عاشوش الفترة. وبالتالي بدينا نخدمون وجدوا في روحنا. الآن عندنا برنامج تاع عروض مسرحية من الفاتح لل 30 مارس، فيهم 16 عرض جديد بين 2023 و2024، يعني حتى جمهور مهران محدود يعني يشوف عروض جديده. بالاضافه الى ذلك كاين فنانين بغاو يشاركوا، كما واحد بغى يشارك بمعرض للصور، قلنا له مرحبا. بواحد اللي بغى يشاركوا بلوحات زيتيه مرحبا، لان باش نبقوا في روح تاع اللولا كان مفتوح لكل، كما المسرح مفتوح لباقي الفنون، وبالتالي فتحناه لباقي الفنون. كاين ندوه خاصه بالشعراء، كاين، وبالتالي يعني تحول النشاط او تحولت الذكرى الى برنامج ثقافي تاع شهر. هي بزاف قالوا لنا صعيب، وكاع قلنا معليش حنا نبغوا الامور صعيبه. على كل حال الاصعب فات، يعني من غدوه تبدو يعني نجمو نقولوا باللي ساي 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 بون صافي كلش راه سيور راي. دوك حنا سعداء ونشكروا كل الناس اللي لبت الدعوه واقترحت انفسها. وحنا كان عندنا مشكل يعني كيفاش نتكفلوا بالضيوف وكلش، وزارة تاعنا قالوا لنا مشوا وحنا ندعموكم. دوك رانا الحمد لله رانا الاز وسعداء ان التظاهره مثلا كما اليوم كان بزاف ناس من خارج مدينه وهران جاوا باش يحضروا، وحتى المشاركين المحاضرين جايين بدراهم يعني مخلصين اللي بيتاوحهم وكلش. دوك رانا في الروح تاع لولا صادر، كاين تضامن، كاين تطوع، كاين تنوع، كاين الناس اللي ما عندهاش نفس الافكار راهي حاضره، كاين الناس اللي عايشوه، كاين صغار، يعني رانا في نقولوا ديمارش بلوريال، يعني من نكونوا في ديمارش بلوريال صافي دير رانا في الطريق المليحه. Oui, je suis très reconnaissante au théâtre d'Oran et à tous mes collègues qui ont organisé cet hommage à l'occasion des 30 ans de Alula. Parce que 30 ans, pour moi, c'est beaucoup, c'est long, mais c'est passé, je ne sais pas comment c'est passé. Bon, de toute façon, comme le temps, ça passe, hein, comme le temps. Bon, donc, et puis il y a du monde, il y a nos amis, il y a tous nos amis ici, et ils parlent de lui, ils sont contents d'être ensemble pour cette occasion. Et donc, je remercie M. Mourad Snoussi, je remercie, il semblerait que ce soit la ministre de la Culture et des Arts qui aurait demandé à ce qu'il y ait une manifestation pour les 30 ans de Alula. C'est ce que j'ai lu sur Facebook dernièrement. Donc, je la remercie infiniment. Donc, يعني هذا الشيء يشرفنا احنا ويخلي مسرح وهران ديما 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 اسم علولا منقوش عليه على كومون كون دي لو فرونتون سور لو فرونتون تاع فوق الخشبه. نشكر كل الاخوان اللي جاوا والاساتذه اللي خداوا الكلمه يعني وكانت كلمتهم قيمه يعني ويعرفوه غاية فيكتيمون يعرفوه غاية هما خدموا معاه وخدموا معاه وقضاهم وقراوا عنده en fin de compte. Donc c'est
C'est voilà, voilà. Donc merci à tous, merci à tous, merci à vous aussi d'être venus. يهطل على المدينة وأنقاضها، يهطل على الأجساد وجروحها. الإمام جديد بدل كل شيء في الجامع، الوضوء ما راح كيما وضوء زمان، الوقفة تبدلت وحتى القبلة تبدلت، على حسابه من بكري وحنا غارطين، وجابوا ربي لينا هو وصحابه باش يعاونونا ندخلوا طريق المستقيم، دايرين فينا مزية على حساب ما كان. في البداية كان يجي عندي مرة في الأسبوع، وهذو الأيام كان يشغل هاج، راه يجي عندي كل يوم، مرة تنزل كشر من السطح، مرة تفوت على حوش الجيران، عارف دارنا محسوسة ويجعي. راني مسبل وما نخاف غير من ربي سبحانه، زيارة المريض واجب، وزيارة أهل المريض فايتة الواجب. عمره ما جبت وفي يديه، عمره ما جب فاكية معاه، عمره ما جلس حداك، عمره ما قرأ آية صدق عليك. كل ما يدخل يبدا يبحث فيا. يا رب تكلم، قال شي حاجة، شارب يديه، شارب عينيه. ما تكلم ما شار يا سيدي. مشكلة هادي، ودروك حنا غادي نبقوا معلقين معاه. اسمع كيما وصيتك، إلا شفتي حواله تحسنت اتصلي بيا في الحين. وحنا من جهتنا رانا دايرين فوق اللي علينا، رانا ندعو له في كل وقت، في كل صلاة، في كل ركعة. يا ربي اشفيه، يا ربي اشفيه، يا ربي اشفيه. ولادي ليدي ليدي عويضة، تحرك ولا وانت؟ لا ما تحركش يا سيدي. على بالك على ما تحركش؟ مانيش عارفة يا سيدي. ما تحركش يا مخلوقة، على خاطرش انتي راكي خارجة طريق، ما راكيش دايرة الواجب. راني نصلي ونعيدو في كل وقت. مانيش نهضر على الصلاة، راني نهضر على هذه اللبسة اللي راكي غامة روحك بيها، غامة روحك وغامته معاك وغامتنا معاك. أيا قولي له كي بغيتي يبرا ولا يريح وانتي مغطية روحك من فوق لتحت. حنا يا مخلوقة قلنا لكم اصبروا روحكم برا. بصح ماشي فطار، نوض نوض، راكي في دارك الله يبارك، وهذا راجلك حلال عليك، ما لازمش تخبي زينك عليه. هيا 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 بيني 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 زينك، بيني زينك وفتني. اسمعي، لا راكي حابته يبرا، حابته يريح، بيني زينك. ها وزين في حكمه، قادر بقدرة القادر يحرك الميت من تحت الطراب. هيا هيا بيني زينك، بيني زينك وخلي الباقي عليا. وقلت لك من نهار الاول، قلت لك صلي، قري لها القران، ادعي له. بصح ما لازمش تنسي واجب الزوجه، واجب الزوجه لازم يبان. بيني واجب الزوجه ودك تشوفي، دوك تشوفي عمري من هنا يوم ولا يومين وينوض كل عاودي طقرس. هيا بيني زينك، بيني زينك، بيني زينك وخلي الباقي عليا. استغفر الله، خلي الباقي على ربي سبحانه، وراني نقولها لك ونعاودها لك، السطرة برا ماشي في الدار. إذا وإذا أنا اللي راني غابنك ولا ساهل الحال، ديري بلي كاع ما رانيش هنا، انا ايماني قوي. وما تغويني زينات الدنيا، وربي على ما اقول شهيدا. هيا هيا ديري زي ديري واجبك. هيا هيا قولي لي، قولي لي كون كاش ما يصرالو شي يصرالك انتيا، وانتي باقيه في هذه الحاله مغطيه روحك من فوق لتحت. ها كي ديري مع ضميرك، كي ديري مع ربي. هيا أهضري. غريب حال هذا الإمام، أنت بالحياة والموت هو قاعد يفتي لك السوء.